1943 ابتدت ازاي احمد حاتم؟ هو كان فيلم زمان قبل ما يبقى ده، كان فيلم عندي بعيد عن استاذ عبد الرحمن خالص، ويعني ما تمش لظروف ما، كان مع مصطفى حمدي. اختفيت عن الموضوع، لقيت عبد الرحمن بيكلمني بيقول لي عايزك اقعد معاك، عارفه اسما ما قابلتوش، اكلمك عن مسلسل. لقيت المسلسل ده نفس الفيلم اللي انا كنت بحضره. ايوه يعني قصدي توارد خواطر يعني ولا؟ لا لا هو راح له، جاله لوحده. لوحده هو كلمني لوحده من غير ما يبقى عارف اي حاجه عن الفيلم. يا ده هو بتاعي الحمد لله، بتاعك من اول لحظه. ما كانش اسمه كده، ما كانش لسه كان السرداب اسمه. زينات، انت من الاربعينات. زينات بقى على نياتها ولا نصحة ولا لا؟ نصحة. نصحة الصراحة. في الحقيقة نصحة. زينات نصحة. زينات شخصية يعني بغض النظر ان هي بتشتغل كراقصة في تياترو، بس هي شخصيتها شخصية قوية، بتحب اهلها جدا. ست بمئة راجل يعني، ما يقدرش حد يلوي دراعها. انا اسفه. كان مقوله طول المسلسل. لا كنت بخاف منه بجد. هو بصراحه والله بخاف منه جدا. ايوه لا يعني منه كمحمود اكتر. محمود. صح. يعني في مشهد كان بيقول قولي لي بحبك يا زينات، المفروض ما بردش، بس باول كات بقول له بالراحه كده بحبك يا باص. علشان ما يمشي فيها حاجه. يا فندم انا عايز افهم انت حكايتك ايه يا جدع انت، ومش عايز تديني الختم ليه؟ تصدق شكلك هندي بجد، بس انت راجل قليل الادب. الختم بتاعك يا معتز كان في درج المكتب عندي في التياتر، وبنتك لطشته. والله ياما ده كدابه، انا حتى ولا عتبت عتبه مكتبه يا استاذ. يا فندي انا ارتست قد الدنيا، انزل شارع عماد الدين واسال على تياترو نجمه الشرق والف مين يدل. لو مش لطكش الارض اشيلك في عينيا. انت ازاي تمد ايدك على حاجه مش بتاعتك؟ مش عيب عليك يا اخي؟ اختشي على دقنك. واعتبرك مجنون ليه؟ ما انت فعلا شكلك مجنون، لابس لبس غريب وبتتكلم بطريقه اغرب، وشكلك كده هربان من المورستان. يا لهوي كلامك حلو قوي يا عمر افندي. حرك اسود ومنيل، فدقين ايه دول اللي انا اعرفهم ومشغلهم لحسابي؟ اللهم طولك يا روح، انا مستحملاك بس ومحترمك عشان دقنك دي.